إن اللقاية وهنا شعارات يا أبناء القبائل، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني والعشرون الخاص للبكار اللقاية من مسافة 5 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المدفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ هنا مع البداية وأول الأسماء، هنا الانطلاق الأول مع الطليعة من تطلع بشعار جار الله بن جابر بن جار الله المري، هنا ينطلق مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا وصلت هنا القادمة العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، هنا على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا نرى الاسم القادم والمنطلق، وصلت هنا مزنة بشعار فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين مع ثالث الأسماء. رابع المراكز ورابع الشعارات، وصلت هنا القادمة الفايزة طالب بن عنتر بن كردي المنخس المري، يقدم لنا الفايزة على رابع المراكز. خامس الأسماء، وصلت هنا الوكرة بشعار هزاع بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى للخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولنا عودة مع البداية ومع المقدمة. هناك البداية والانطلاق الأول العنود بشعار راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري، يقدم لنا هنا العنود على الانطلاق الأول وعلى البداية. عنود الصيد هنا على البداية وعلى الانطلاق الأول يا الزقيبة. ثاني الأسماء وثاني الشعارات، وصلت هنا الطليعة بشعار جار الله بن جابر بن جار الله المري، يقدم لنا الطليعة مع ثاني الأسماء. هنا الطليعة على ثاني الأسماء بشعار جار الله بن جابر بن جار الله المري مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالثا نرى الاسم القادم والمنطلق، شعار العطية يقدم لنا هنا تعيبة بشعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، يقدم لنا تعيبة على ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز، وصل شعار هنا المنخس ينطلق ويقدم لنا الفائز طالب بن عنتر بن كردي المنخس المري مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامسا وصل الاسم القادم والمنطلق، هنا شعار طاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري، يقدم لنا رموز على خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة والشعارات المندفعة. ولكن أعود مع البداية، الزقيبة هناك على الانطلاق الأول مع العنود راشد بن محمد بن عبد الله، الزقيبة هنا على البداية على الانطلاق الأول مستلم زمام الأمور. ركز يا الزقيبة مع الانطلاق الأول ومع الانتصار والناموس، بدأنا نقترب من لائحة الـ2 كيلومترات. وهنا المنطلقة والمندفعة العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري، يقدم لنا العنود على البداية وعلى الانطلاق الأول. ثانيا نرى شعار العطية هنا مع تعيبة بشعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصلت القادمة هنا والمنطلقة الطليعة بشعار جار الله بن جابر بن جار الله المري مع ثالث الأسماء. رابعا وصلت هنا رموز طاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامسا وصل شعار الشنجل ينطلق مع خامس المراكز ويقدم لنا عزوة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل مع خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع البداية مع الانطلاق الأول، العنود 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 راشد بن محمد بن عبد الله الزقيب
الغريبة على البداية على الصدارة. هناك العطية من الجانب الآخر ينطلق ويقدم لنا تعيبة من غيرت وانطلقت إلى البداية. ثالثا وصلت هنا رموز طاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري. ورابع الأسماء وصلت هنا لمحة وأول نداء للمحة راشد بن بطي بن محمد الزعبي يقدم لنا لمحة. والكيلو متر الأخير الكيلو الخطير خامس الأسماء وصلت هنا الشاهينية بتال بن سالم بن محمد الثهيدي المري. ولكن أعود مع البداية مع الصدارة مع الانطلاق الأول. الله يا تعيبة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية ثاني الأسماء وصل هنا. وصل شعطاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري يقدم لنا رموز. ثالثا وصلت القادمة هنا العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. وثالثا وصلت لمحة تنطلق هنا بشعر راشد بن بطي الزعبي. وخامسا وصلت شاهنية بتال بن سالم بن محمد الفهيدي المري. ولكن الزقيبة وهنا بن وسام ولكن الزقيبة غير وانطلق إلى البداية. والعطية قادم وراشد بن بطي قادم. وهناك أيضا وصل شعار المنطلقة هنا بتال بشعار سالم بن محمد الفهيدي المري قدم لنا الشاهنية. ولكن وصل الاسم القادم والمنطلق. الله يا منحاف من أتتنا من الصفوف الخلفية إحزام بزيد بن محمد آل بحيح. ولكن هناك العنود ومنحاف اللحظات الأخيرة. منحاف العنود منحاف من أتتنا في الأمتار الأخيرة ومن فاجأتنا في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس الحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. وسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت هنا. وصلت العنود بشعر راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري. وثالثا وصلت هنا لمحة راشد بن بطي الزعبي. ورابع المراكز وصلت هنا رابع الأسماء وصلت هنا تعيبة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. وخامسا وصلت هنا الشاهنية بتال بن سالم بن محمد الفهيد المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك منحاف. التوقيت الزمني 7:44 و46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك منحاف حزام بزيد بن محسن آل بحيح. ثانيا وصلت هنا العنود والتوقيت الزمني 7:44 و66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس راشد محمد بن عبد الله الزقيب المري. ثالثا وصلت هنا لمحة 7:45 و34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس راشد بن بطي الزعبي. فتهانينا والناموس لجميع.